صباح النور. في المباراه ديال اليوم اللي غدا لازم علينا نحققوا نتيجه ايجابيه الا هي ثلاث نقاط، فخاصنا في المباراه الاولى فريق الشباب الابيض وما قدرش نحصل على ثلاث نقاط في الميدان ديالنا. المباراه الثانيه امام فريق نيد البركاني نعزمنا، لازم علينا المباراه ديال اليوم غدا نحققوا فيها ثلاث نقاط، خاصه في هذه المسابقه بحال هذه خص في الميدان ديالك انك تفوز بعدد كبير من النقاط باش انك تبقى محافظ على الحظوظ ديالك باش تدوز الدور الموالي. كنتمنى ان شاء الله من ربي ما يخيبناش في هذه المقابله هذه، اللاعبين كيستعدوا بواحد الشكل جيد في اجواء جميله. في المباراه الاخيره ما كانش الحظ في الجانب ديالنا لا في البطوله ولا في الكاس ديال الكاف. كنتمنى ان شاء الله غدا انا جمار جتهد ان شاء الله باش انا ندير واحد الانطلاقه ان شاء الله اللي تكون من المباراه ديال الكونغو ان شاء الله خاصه في الميدان ديالنا. وكنتمنى ان نلعبوا الاخر مباراه في هذه المجموعه ان شاء الله باش نتمنى اننا نكون في عند حسن الظن ديال الجمهور ديالنا ان شاء الله.